أما الآن فمع أبيات شعرية في مدح الإمام الباقر عليه السلام يلقيها الشاب زيد مكي العريبي، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. يشرفني في هذه الليلة أن ألقي عليكم قصيدة بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الخامس من أئمة أهل بيت التقى والعلم، عليهم أفضل التحية والسلام. الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، هذه القصيدة بعنوان كلمات ود للإمام الباقر للشاعر حميد حلمي زاده، وفيها يقول: فخرا أزف من البيان الزاهري كلمات ود للإمام الباقر في يوم مولده الغزير مباهجا للسائرين إلى السبيل الظافر للطالبين علوم آل محمد والراغبين إلى العلي القادر. أهلا أهلا بميلاد يؤسس منهجا في كل علم بالدليل الحاضر، ويكون نبراس الهداية مفرزا صدقا تميز عن سقيم خاسر، درع العقيدة في نظام نكاية بالدين عبر منافق ومخاطر، ومبدد المتقولين على النهى وعلى الشريعة بانتهاك سافري. فهو ابن طه والوصي وفاطم ووليد زين العابدين الطاهر. وفم الحقيقة إن أردت حقيقة وصدى الزمان لثورة المتصابر، وأمين دين الله ينطق صادقا ووريث أحمد كابر عن كابر، وشهيد ملحمة المآثر مرة في كربلاء ومرة بتآمر، وحديث عاشوراء صوتا خالدا، وأخ الشهيد البر زيد الثائر هو خامس الأطهار ذخر نبوة، سماه أحمد في الحديث لجابر. من مثله نسبا ومجدا عاليا، جدين جادا بالربيع الناظر، وأب هو السجاد آية رحمة، وابن الحسين أبي الفداء الباهر، والأم جوهرة الإمام المجتبى، وكريمة هي بنت جود زاخر. فمحمد بن علي كنز إمامة أعطى بها الحسنان نسل أكابر، بقر العلوم على اقتدار كامل وأزاح أوهاما بعقل نائري. لولا صمود محمد ونفيره وعلوم انتصرت لدين الغافر، لا عاد أهل الجاهلية لاتهم وغزى ديار الوحي دين الكافر. قد كنت يا مولاي هبة صادق
ودليل إيمان ونهضة ثائري، وحليف ذكر الله تطلب وجهه، ومديم نهج خير متواتري، ورفدت معوانا بطولة ماجد ومجاهد يمضي لفجر زاهري، كلت حروفي عن مديحك قائدا، فلأنت يا مولاي فخر الناظري، طوبى لكل مثابر مستبصر، ميلادك الآتي بطهر غامري. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. نشكر الشاب زيد مكي العريبي على حسن إلقائه، ونتمنى له التوفيق والسؤود.